تغطية هذا الموضوع. في موضوعنا الثاني مشاهدينا، أكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أن بلادها تسلمت دبابات تشالنجر البريطانية دون أن تحدد عددها، ومن المتوقع أن تشارك هذه الدبابات في أي هجوم معاكس تشنه كييف في الربيع المقبل. من العاصمة الأوكرانية معنا مراسلنا إياد ستيتيا. إياد، هل ترى أوكرانيا أن بدء وصول الدبابات الغربية وعلى رأسها تشالنجر البريطانية قد يكون نقطة تحول في الهجوم المرتقب في الربيع؟ نعم وائل، مرحبا. الجانب الأوكراني هنا يتطلع إلى الحصول على المزيد من هذه الدبابات الغربية الحديثة، لا سيما دبابات أبرامز وتشالنجر وليوبارد الألمانية. الجانب الأوكراني أيضا، العسكريون الأوكرانيون يولون اهتماما كبيرا في مسألة تسريع تزويد أوكرانيا بمثل هذه الدبابات، كون أن المعارك في الشرق الأوكراني هي معارك مدفعية ودبابات ومدرعات، وبالتالي من أجل شن هجوم مضاد كما يتطلع الأوكرانيون لابد أن تتوفر جميع الوسائل العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. وهذا ما كان قد أشار إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق حين قال بأنه قد يضطر إلى تأجيل هذا الهجوم المضاد ما دام لا توجد لغاية الآن يعني مثل هذه الأسلحة، العدد بالتأكيد والنوع. الجانب الأوكراني أيضا فيما يتعلق بموضوع الدبابات، كانت أوكرانيا أمس تلقت 18 دبابة من نوع ليوبارد 2 سلمتها ألمانيا. هناك أيضا ما قاله وزير الدفاع الأوكراني عن أن أوكرانيا قد تلقت أيضا دبابات من نوع تشالنجر 2 بريطانية، وذلك بالتزامن مع عودة أطقم هذه الدبابات الأوكرانية التي تدربت في بريطانيا على استخدام مثل هذا النوع من الدبابات. والمعارك في الجبهات الشرقية لا تزال تحتدم بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. هناك يعني العديد من المستجدات لا سيما في محاور ليمان وكوبيانسك، هناك تقدم للقوات الروسية في هذين المحورين وفق بيان الأركان العامة، لكن القوات الأوكرانية لا تزال في مواقعها تقوم بصد مثل هذه الهجمات من قبل القوات الروسية. هناك أيضا إصرار روسي على حصار بلدة أفديفكا إلى الجنوب من مقاطعة دانييسك. هناك أيضا يعني قد تشهد هذه البلدة مصير بلدة أو محور باخموت أيضا، الذي يعني على الرغم من انخفاض حدة المعارك القتالية هناك بحسب ما قال الجيش الأوكراني، إلا أن القصف الروسي لا يزال يتواصل على العديد من هذه البلدات. قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي كان في زيارة إلى باخموت وقال أن الدفاع عن هذه المدينة هو ضرورة عسكرية، وأن مهمات القوات المسلحة الأوكرانية هناك هي إلحاق مزيد من الخسائر في صفوف القوات الروسية. أيضا تحدث اليوم الناطق باسم عمليات الشرق تشيريباتي، قال بأن القوات الأوكرانية تبلي بلاء حسنا، وأن أيضا مهمتها هي إلحاق الخسائر، وقال بأن القوات الروسية تدفع بالمزيد من الوحدات الإضافية لمحور باخموت لتعويض النقص في القوات، دفعت بوحدات من المظليين الوحدات المحمولة جوا لمساعدة أو مساندة ودعم مقاتلي مجموعة فاغنر. وائل، للمزيد عن التطورات الميدانية والمستجدات المدنية فيها التقرير التالي. في تحول نوعي على أرض المعركة، تقول روسيا إن أوكرانيا نشرت صواريخ أمريكية بعيدة المدى. تأكد ذلك بعد أن قالت إن قواتها اعترضت صاروخا موجها بقنبلة من نوع GLSDB أطلقته القوات الأوكرانية. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها القوات الروسية اعتراض قنبلة توصف بأنها ذكية يبلغ مداها 150 كيلومترا. يحدث هذا في وقت أعلنت بيلاروسيا استضافة أسلحة نووية تكتيكية روسية، إعلان قابلته أوكرانيا على لسان أحد مستشاري الرئيس زيلينسكي بأنه سيزعزع استقرار هذا البلد.
ميدانيا إلى الشرق وتحديدا في بخموت، كشفت قيادة عملية الشرق أن روسيا عززت قوتها في محور بخموت بوحدات من الجيش النظامي، بينها الوحدات المحمولة جوا من أجل دعم مقاتلي فاغنر، على وقع الخسائر الكبيرة التي منيت بها أخيرا وما تعانيه من نقص في الذخيرة والأفراد. في رأي كييف، باتت بخموت جبهة استنزاف للقوات الروسية ومقاتلي فاغنر. في الشرق الأوكراني أيضا، أعلنت سلطات دونيتسك الموالية لموسكو أن القوات الروسية أحرزت تقدما كبيرا في منطقة بخموت وسيطرت على المنطقة الصناعية كاملة في طريقها إلى محور أفدييفكا. بالمقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 13 طائرة مسيرة انتحارية هاجمت البلاد من الشمال والجنوب الشرقي، كما أن دفاعاتها تصدت لأهداف في سماء العاصمة كييف. تحت وطأة هذا التصعيد، يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواقع على الحدود الروسية الأوكرانية في منطقة سومي، مثلما ظهر وزير الدفاع الأوكراني في جولات اختبارية لدبابات تشالنجر 2 التي وردتها بريطانيا إلى كييف. كل هذا الدعم يبدو أنه مقدمة للهجوم المضاد الذي توعدت به أوكرانيا لتحرير الشرق، والذي بدأت تتكشف طلائعه بدخول فصل الربيع. إذن كان هذا عن الوضع الميداني في كييف. شكرا لك يا إياد في العاصمة الأوكرانية، أرجو أن تحظى ببعض الدفء تحت هذه الثلوج الكثيفة. شكرا لك إياد. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت قنبلة أمريكية الصنع يتم إطلاقها من على الأرض. وأشارت الوزارة إلى أن هذه القذائف التي يبلغ مداها 150 كيلومترا تضمنتها حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي أعلنت الولايات المتحدة عنها بداية فبراير شباط الماضي. من موسكو معنا مراسلنا سعد خلف. سعد، إذا روسيا تتحدث عن صواريخ بعيدة المدى وصلت الآن إلى أيادي الأوكرانيين ونشرت في أوكرانيا، ما مدى قلق موسكو من هذا التطور؟ وائل، بالفعل تبدو موسكو قلقة من هذا التطور، والسبب في ذلك مرده إلى أمرين. الأمر الأول هو طبيعة هذا النوع من السلاح، هذه القنبلة الذكية JLSDB التي توصف بأنها قنبلة ذكية مزودة بمحرك صاروخي، وكذلك لها ريش أو ألواح خلفية تسمح لها بالمناورة في الجو، ما يصعب من عملية كشفها واعتراضها، وهذا هو التخوف الأول ويبدو أنه الأبرز بالنسبة للجانب الروسي. التخوف الثاني أو السبب الثاني في قلق الجانب الروسي من هذه الذخيرة، من هذا النوع من الصواريخ أو القنابل الذكية، هو مداها الذي يبلغ حسب بعض الخبراء العسكريين وحسب ما صرحت وزارة الدفاع في بيانها الرسمي اليوم 150 كيلومترا، وهو الخط الأحمر أو أحد الخطوط الحمر التي كانت موسكو أعلنتها في مطلع هذه الأزمة، وكذلك في خلال مراحلها المختلفة حينما وجهت تحذيرات للجانب الغربي عندما كان يزود أو يعتزم تزويد الجانب الأوكراني بهذا النوع من الذخائر والأسلحة، وتحديدا إلى الجانب الأمريكي عندما دار الحديث عن تزويد الجانب الأوكراني بمنظومات هايمارس. هذه القنبلة الذكية حسب ما يقول الخبراء العسكريين لها طريقتان للإطلاق، إما تقذف أو تلقى من الجو من الطائرات وتوجه، أو تقصف أو تقذف من على الأرض من منظومات أو رجمات الصواريخ وتحديدا رجمات الهايمرس، وهذا هو يبدو ما حدث اليوم. بالطبع القلق الروسي مرده لهذين السببين، وكذلك لأنها بهذا الشكل تصبح الأراضي الروسية والمناطق الحيوية بالنسبة للجانب الروسي والمنشآت الحيوية الواقعة تحديدا في شبه جزيرة القرم، مثل ما حدث مثلا مع جسر كيرش الواقع في شبه جزيرة القرم، تحت خطر شديد أو تحت خطر الاستهداف من قبل مثل هذا النوع من الذخائر، خاصة وأننا كما قلنا لا يمكن أو يصعب كشفها واعتراضها، وهذا هو ما يصرح به الخبراء العسكريون وكذلك المسؤولون الرسميون الروس. يبدو أننا الآن أمام تطور جديد في مسرح العمليات وكذلك في نوعية وكيفية خوض هذه العمليات، عمليات القتال في الساحة الأوكرانية، بعد التصعيد الذي شاهدناه خلال الأيام الأخيرة من إعلان بوتين عن نشر الأسلحة النووية التكتيكية أو نيته نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس مع مطلع شهر يوليو القادم، ورد الجانب الأمريكي والجانب الغربي بوصول الدبابات إلى الساحة الأوكرانية، وصول دبابات ليوبارد، وصول عربات المارد الألمانية، وكذلك
وصول دبابات تشالنجر البريطانية، يبدو أن هذا تغير نوعي وكيفي في الصراع الأوكراني. يبدو أننا بالفعل نشرف على مرحلة تصعيدية جديدة، وما حدث اليوم واستهداف أو إسقاط واعتراض هذه القذيفة يبدو من إرهاصات ومقدمات هذا التطور النوعي وهذا التصعيد الميداني لهذه المعارك في الساحة الأوكرانية. شكرا لك يا سعد على كل هذه المعلومات. سعد خلف في موسكو. في غضون ذلك قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن روسيا تسعى للسيطرة على البحر الأسود برمته وحرمان شركاء بلاده من الوصول إليه. نذهب إلى واشنطن مع مراسلنا عماد الرواجدي. عماد، كما استمعنا قبل قليل من سعد في موسكو، روسيا تتحدث الآن عن سلاح مهم جدا زودت به الولايات المتحدة روسيا، وأن روسيا قامت بإسقاطه اليوم. هل من أي تعليق عندكم حتى الآن حول هذا الموضوع؟ للآن لم نسمع أي تعليق من وزارة الدفاع الأمريكية. اليوم وزير الدفاع الأمريكي كان في جلسة استماع مطولة لم تنتهي إلا قبل قليل أمام أعضاء مجلس الشيوخ لتبرير رفع الميزانية، ميزانية الدفاع الأمريكية، إلى تقريبا 3% عن الميزانية الماضية. وتطرق للموضوع الروسي الأوكراني وقال بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن أوكرانيا مهما طال الوقت، وهذا يعني أن إشارة للروس بأن نفس الولايات المتحدة طويل في هذا الصراع وأنها ستستمر بالدعم مهما كلف الأمر. من ناحية أخرى، الاستراتيجية الأمريكية فيما يخص المعارك على الأرض تقريبا لم تتغير حتى الآن، ليس بشكل رسمي على الأقل. هذه الاستراتيجية تقوم على مواصلة دعم القوات الأوكرانية ليس لتحقيق نصر يكسر الجانب الروسي، لأن ذلك قد يدفع الروس إلى الزاوية وقد يجبرهم على اتخاذ خيارات لا تريد الولايات المتحدة على الأقل رسميا للروس أن يتخذوها، ومنها استخدام السلاح النووي. بالتالي استراتيجية الإدارة الأمريكية، جو بايدن استراتيجيته في إدارة هذه المعركة تقوم على دعم الأوكرانيين إلى الحد الذي يسمح لهم بتحسين شروطهم التفاوضية أمام الروس إذا ما رغب الروس بالجلوس على طاولة للتفاوض. ومن هذا المنطلق يأتي الدعم العسكري الأمريكي الأخير، 400 مليون دولار. تأتي أيضا موضوع الدبابات والأسلحة التي يشار إليها بين الحين والآخر في أوكرانيا، كلها تهدف إلى إرسال إشارات للروس بأن الولايات المتحدة قادرة على التصعيد إذا ما رغبت بذلك، لكنها أيضا تحسب خطواتها بحذر. مثلا الدبابات التي تعاقد الأوكرانيون مع أعضاء في حلف الناتو على استلامها، أبرامز أو ليبرد أو تشالنجر البريطانية، جميعها تحتاج إلى أشهر طويلة للوصول، أو بعضها وصل لكن البعض الآخر يحتاج لأشهر طويلة. الدبابات الأمريكية تحتاج إلى صيانة مستمرة لا يمتلك بالضرورة الأوكرانيون القدرة عليها، تحتاج أيضا إلى تدريب متواصل من قبل القوات الأوكرانية. كل ذلك يدركه الأمريكيون، لكنهم أيضا يدركون بأن الوعد بإرسال مثل هذا النوع من الأسلحة إلى الأوكرانيين يرسل إشارات واضحة للروس بأن الولايات المتحدة قادرة على التصعيد من جهة، وملتزمة أيضا بدعم أوكرانيا حتى تصل الأمور إلى طاولة التفاوض. شكرا لك يا عماد. عماد الرواجدي في واشنطن.